مشروع متلكي من مجلس محافظة السابق كان محامي من المحافظة ب 14 مليار، صار فيه 9 مليارات. الكاميرات بالعقد كانت المفروض تقرأ الرقم ووجه الأشخاص، بعد ما طلعنا عليها هاي الميزة ما بيها، فاستطعنا من خلال هذه كان متوقف أيضا على قرار 347 اللي أقر من 2014 بحكومة السيد العبادي، فسحبنا العمل من الشركة المتلكية، والآن يطرح بعد ما تكمل موازنة راح يطرح مشروع على المجلس من مجلس المدير، ما يحتاج لا استثناء ولا فيش. مشروع موجود وضمن مشاريع ال 24، مو بس الكاميرات، كاميرات و يعني راح يكون بها ترافيك لايت ذكي، هذا من ضمن مشاريع المحافظة اللي راح تطرح على جلساتكم القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. سيد رئيس مجلس القضاء،